في الرياضة، خرجت الأوكرانية يكاترينا بوندارينكو المصنفة في المركز 94 عالميا، خرجت من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد خسارتها في الدور الثالث أمام السلوفاكية مجدالينا ريابيركوفا بواقع مجموعتين لواحدة. لم تستطع بوندارينكو تكرار أفضل إنجازاتها التي كانت في بطولة الفرد عامي 2009 و2016. الأوكرانية ستواصل عروضها في فئة الزوجي بميلبورن جنبا إلى جنب مع الصربية ألكساندرا كرونيتش.